شركتها وراحت بعت الحلق وجت بقى بدات تقطع وتشيل على قدها عشان تقدر تشيل وتروح ترمي في مصرف صرف صحي. وقعدنا 3 ايام قالوا ان هي كانت عايزه الكلاب هي تتخلص من ندور 3 ايام ندور وهي كانت بتدور معانا وربنا عشان يظهر الحقيقه لقينا 6 في الارض الزراعيه ليه دراع وهي بتحش للمقصه البهايم برسيم ليه دراع. فطبعا لما مات دراع الست دي اتصرفت صح برضو بلغتني انا اول واحد بلغتني انا ماشي. فانا جيت واقف طلبت ظبط المباحث جيت في نفس الوقت. طبعا المباحث ساعدتنا ان احنا حصلنا على الجثه وتو الحال رجعوا الكاميرات قبضوا عليها. لما قبضوا عليها هي اعترفت وقالت انا اللي عملت كده. هي قالت في الكلام ان كان في ود بينا. ايه نوع الود اللي كان بينها وبين حاجه كانت بتعمل معاها ايه؟ يعني ابن اخويا انا واخد بنته، ابن اخويا متجوز بنته. في نسب في نسب وجوزها هي يبقى عم امي. يعني جوزها احمد عوض صميده وامي كان اسمها عايشه محمد صاوي صميده يعني عم امي لازم. وحسب الله ونعم الوكيل. انا من قتل بس مش بتخش عندي. انا عندي استعداد اموت ولادها الاثنين واموت بناتها الاثنين واموت اخواتها كلهم بعد وفاتي. بس انا عايز قانون. انا ماشي بالقانون. ولو واحد من اخواتها ولا واحد من اهلها رفض منه شعرها بعد وفاه والدتك انا هدمرهم كلهم. بعد وفاه والدتك جات لك في المنام حلمت بيها؟ انا بشوفها كل شفت رؤية بشوفها على طول وكل الناس بتشوفها في رؤية حلوة وفي الجنة وفي الجنة. بس ايه بس من قتل يقتل من قتل يقتل وحقها يدوه لها ربنا. احنا كنا نقدر نقتل بدال الواحد كم واحد بس عايزينها هي عشان هي اللي جتلت وهي اللي قطعت وهي اللي لقحت في المصرف وهي اللي عملت تشيلها وتشيلها 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 وتقول لاختها شايلها في الشارع على راسها. تعالي بدل ما واحده تبقى اثنين ندور على اثنين. تعالي بدل تدور معانا بدل تدور معانا وتلف تقول ما لقيتوهاش. يلا بقى يلا حقك يعني ايه ساعه ما غابت هي كانت دايره تدور معاكي بعد ما قتلت ابيتها دايره تدور معانا. متابعينا الكرام ده الحوار اللي دار خارج محكمة جنايات محافظة الفيوم مع أسرة الحاجة عائشة بعد أول محاكمتها محاكمة قاتلتها وفاء. استنى انت حفيدها صح؟ طب استنى تعالى انت كنت بتدور على جدتك صح؟ تعالى قول لي بقى قول لي انت دورت شفتها معاها حاجه ايه اللي حصل احكي لي. انت تعبانه كنت بتروح البيت تلاقي وفاء عند الحاجه موجوده حل اللي كانت بتروح له. ايوه في حد قال لي ان هي عملت مشروب في يوم قبل ال ايوه عملت ايه بقى؟ امبارح عملت لها عناب وسقتها وسقت اختها. اهدي يا حاج سقتها وسقت اختها. اختها نامت تاني يوم صبحت نايمه ودي تاني يوم سقت انت الدموع عماله تنزل من عينك زي المطر. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حرقني الموقف. اخواتي اتبهدلوا. اصوروا خاله يا خاله يطح او يطح شعبان. صور شعبان شكله ايوه صوروا تابعينا الكرام زي ما شفنا انهيار الاسره بالكامل. ولما بيتذكروا ازاي هي قطعتها. يا حاجة انت سمعتي الكلام اللي قالته صح؟ انت بنت الحاجة وشجرتها. انا ما سمعتها هي كانت بتقول بس وافقت. انت مش في الدنيا انت مش فاكره غير تقطيع الحاجة. لا ما مش فاكره غير انا عايزاها تتعدم زي ما قطعت امي. انا عايزاها تتعدم. لا بقى حرام امشوا بقى كده ولا حاجه. ربنا يصبرك يا رب. ربنا يصبرك يا حاجة. ربنا يصبرك يا امي. ربنا يصبرك.
ربنا يسلمك. عبالك انا بجد خالص ما كنتش بعرف حاجه، ما كنتش بعرف تطلع من البلد وحديها. بتحبيها قوي. ربنا يرحمها، ربنا يرحمها. طب يا الكرام، محتاجين نحط فيوم بعد ما